وطن منحازون للحقيقة. اللي صار انه كان في صخرة باب البيت لجيرانهم، فأثناء يعني بعد ما تقريبا بدها تنتهي الصخرة فقدت آثار طفل عمره 4 سنوات 5 سنوات واسمه يامن محمد لنطوع. فاستعنا بالخبرات الشباب الموجودة ففتشوا في كل المنطقة ما لقوش له أي آثار، وبعدين استدعوا الشرطة والأجهزة الأمنية والقوى المشتركة وبلشوا الدفاع المدني وبلشوا يبحثوا عن الطفل. بعد يعني تقريبا الساعة 12 ونص تقريبا وجدوا انه في المنطقة جورة او حفرة امتصاصية لعمارة من العمارات الموجودة حد الصهرة. طبعا كانت الجورة يعني ممتلئة بالمياه العادمة، ففي واحد من الشباب الموجودين المتطوعين كان معه كشاف قوي جدا جدا، فقالوا يا عمي بدنا احنا نشوف هاي المنطقة وهاي الجورة. أثناء البحث في الجورة وجدوا انه الطفل موجود في الجورة، استطاعوا انتشال جثة الطفل والشرطة تمكنت انه تأخذه وتوجهوا فيه لمستشفى رام الله الحكومي. ومستشفى رام الله الحكومي يعني كطواقم طبية احنا بنحترمهم وبنقدرهم، قاموا بعملهم على اكمل وجه وبنحييهم وبنشكرهم. الطفل الان يعني هو على الاجهزة، حالته حرجة جدا جدا، ولكن الاعمار بيد الله. احنا بنطالب ان عدة مطالب، اولا باقالة مجلس بلدي بتونيا بالكامل ومحاسبة المسؤول والمستهتر في هذا الموضوع، لأن هاي الجورة بالتحديد بالدرجة الأولى مسؤولية المحافظة مسؤولية البلدية، لأن البلدية هي اللي أعطت الترخيص للعمارة ووقعوا عليها وأجل الإشراف الهندسي وأعطوهم موافقة مية وكهرباء ووافقوا كل شيء، لكنهم ما شافوا انه في هاي الجوره بحاجه لسقف، ما اطلعوا على الجوره، ما نعرف تفاصيل الحادث. هاي بتتحمل مسؤوليتها قانونيا واداريا بلديه بتونيا، لانه هي اللي اعطت الترخيص للعماره. كيف بعطوا ترخيص لعماره وفي جوره حفره امتصاصيه بعمق 8 امتار على الشارع بحرم الشارع وبعطوهم ترخيص وهي مش مسقوفه؟ لجنه العماره مسؤولين في الدرجة الأولى، في الدرجة الثانية بعد البلدية، لأن هاي لجنة العمارة هم مسؤولين عن كل ما يحصل في العمارة من كهرباء من ماء من حفر امتصاصية. احنا بنوجه هاي المطالبات للعدالة الفلسطينية، بنوجهها للرئيس أبو مازن. هناك 4 شكاوي مرفوعات إلى بلدية بتونيا بخصوص هذه الجورة، واحدة فيهم خطية وثنتين كلامية وواحدة بشكل مباشر مع رئيس البلدية بتونيا ربح دولة. وكان في كمان خبر مع لجنة العمارة، إلا أن هذه الجورة إلها أكثر من 4 سنين ومشاكلها موجودة. أنت لتشوف فتحة الجورة الامتصاص متر في متر، يعني بتحكيش انه صغيرة، لا متر على متر ومحطوط عليها فنيرة. انا كل يوم الصبح بقيت لما اطلع على الشغل اشوفها، اذا اشوفها مفتوحة احط عليها حجر. اليوم لما نزلت اليوم وانا نازل اخر النهار طلعت عليها لقيت عليها فنيرة، عارف شو يعني اذا خبط عليها واحد تهفت فيه. الواضح انه الولد خبط على على الخشبة اللي كانت موجودة دائما ونزلت فيه، وواحد من هالناس شافها مفتوحة إشي حط عليها الفنيرة. وطن منحازون للحقيقة.